حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج العاشرة، وفيها سنناقش الليلة التطورات الميدانية في مدينتي بنغازي ودرنا، حيث تشهد منطقة جنفودة الواقعة غرب مدينة بنغازي قصفا للمناطق المدنية واستهدافا لعدد من العائلات والعمالة الأجنبية العالقة في المنطقة. كما سنناقش في حلقة الليلة الحصار المفروض على درنا والقصف الجوي المتكرر عليها، وأيضا منع دخول الاحتياجات الضرورية إلى المدينة، ما أسفر عن تردي الأوضاع الإنسانية هناك. فكيف يمكن توصيف ما تشهده مدينة بنغازي ودرنا؟ وما السبل الكفيلة لوقف إطلاق النار والتصعيد العسكري في المدينتين؟ وكيف يمكن ضمان عدم إفلات كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم بحق المدنيين من العقاب؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيوفنا في عاشرة الليلة الذين سيثرون هذا النقاش. عبر الهاتف من العاصمة طرابلس رئيس لجنة الأزمة في مدينة بنغازي تميم الغرياني، ومن مدينة الخمس أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا عبد المنعم الحر، وعبر سكايب من العاصمة الإيطالية روما الناشط السياسي محمد فؤاد، وأيضا من العاصمة طرابلس عبر الأقمار الاصطناعية الباحث في الشأن السياسي والقانوني محمود إسماعيل. كما سينضم إلينا في سياق هذه الحلقة عبر الهاتف من مدينة درنا الناشط المدني عبد الباسط البرعسي، وأيضا من العاصمة طرابلس الباحث في الجماعات الإسلامية شكري الحاسي. مرحبا بكم جميعا، وأهلا بكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام. وقبل البدء في النقاش نتابع هذا التقرير الذي يضعنا في صورة تطورات الأوضاع في كل من بنغازي ودرنا. رغم المناشدات التي أطلقتها العائلات والعمالة الأجنبية المحاصرين بمنطقة جنفودة ببنغازي التي تتعرض لقصف مكثف، لم تجد تلك النداءات آذانا صاغية حتى طالهم قصف الطائرات من دون طيار أمس، مخلفا 7 قتلى بينهم 5 من عائلة واحدة واثنان من العمالة الأجنبية إلى جانب عدد من الجرحى. أسرة بأكملها يا أخواننا، أسرة سودانية بأكملها، أب وأبنائه وبنات وأطفال، ما لهم ذنب. بنات اطفال صغار لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. انتم بتشوفوا الصور بتشوفوها بعينكم، والحاله الشنيعه، يعني اطفال صغار لا لهم علاقه في قتال، ولا فيهم عسكري، ولا فيهم يقتل، ولا فيهم مقاتل. عندنا 2 متوفين اصحابي كانوا قاعدين معايا في نفس الحوش، وعائله هنا اطفال مقطعينهم تقطيع، طلعوا فيهم من تحت الرديم، وهذوما 2، وكل يوم بنفس الطريقه، يوم 2 ويوم 10 ويوم 15، كلها في العماله وكلها في الناس الابرياء وفي عائلات. أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن مدينة بنغازي دانوا في بيان لهم مقتل عدد من المدنيين جراء القصف الجوي بمنطقة جنفودة، مطالبين بإنقاذ العائلات العالقة بجنفودة والعمل على وقف فوري لإطلاق النار بالمدينة. المجلس الرئاسي رغم عدم إدانته مقتل المدنيين أعلن عن تشكيل لجنة برئاسة وزيري الداخلية والخارجية وعضوية وزير الدولة لشؤون النازحين للتواصل مع المنظمات والجهات الدولية لتأمين خروج العائلات العالقة بمنطقة جنفودة ببنغازي. وفي درنا حيث تستمر حالة الحصار المفروض على المدينة من قبل قوات الكرامة، ومنع دخول الوقود والسيولة النقدية والأدوية والمستلزمات الطبية، وبث حالة من الرعب بين السكان عبر التهديد باجتياح المدينة وتكثيف الغارات الجوية التي لا تفرق بين مدني ومقاتل. وأظهر تقرير لمنظمة التضامن لحقوق الإنسان بأن الغارات الجوية التي تتعرض لها مدينة درنا أوقعت 74 ضحية بين قتيل وجريح، من ضمنهم 71 مدنيا بينهم 26 طفلا. إخفاق قوات حفتر لأكثر من 2 في السيطرة على المدينتين عسكريا، وما خلفته هذه الحرب من معاناة اقتصادية واجتماعية على نطاق واسع، يدعو إلى النظر مجددا في أسباب هذه الحرب وسبل وقفها لإنقاذ ما تبقى. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي عبر سكايب من العاصمة الإيطالية روما الناشط السياسي محمد فؤاد، وأيضا من العاصمة الليبية من طرابلس من هناك الباحث في الشأن السياسي والقانوني السيد محمود إسماعيل. والبداية ستكون مع السيد الغرياني. بداية سيد الغرياني، آخر التطورات في منطقة جنفودة، صف لنا الأوضاع الإنسانية والأمنية الحالية للعائلات العالقة في تلك المنطقة، وما
تتضمنه تقاريركم في لجنة الأزمة في بنغازي؟ لا أستاذ السلام على رسول الله، نشكر قناة ميديا الأحرار اتاحت الفرصة لتوضيح بعض الأمور بالنسبة للعائلات العالقة في ينفذ. للأسف الوضع مأساوي جدا جدا في منطقة قنفوجة، لا ماء لا كهرباء، الغذاء منتهي الصلاحية منذ سنة، الأدوية لا توجد، حليب الأطفال لا يوجد، أي مستلزمات حياتية بالنسبة للمواطن لا توجد في منطقة قنفوجة. بس في ذعر وترقب وخوف، قصف طيران، قصف الحركة، تحركات للجميع، أي حركة منها الخوف، أي حركة مواطن داخل منطقة قنفوجة قد يصاب بعدها بقصف. الوضع جدا جدا حرج، الناس يعني قاعد في وضع ذعر وخوف شديد جدا جدا جدا، ونحن نحمل مسؤولية تامة للمجلس الرئاسي كل قطرة دم سالت في منطقة قنفوجة. طيب سنأتي على ذلك في سياق هذه الحلقة، يعني أذهب بالحديث للسيد فؤاد في العاصمة الإيطالية روما. عفوا سيد فؤاد، هنا في أي سياق يمكن أن توضع التطورات التي تشهدها منطقة قنفوجة وأيضا استمرار القصف عليها واستهداف المدنيين؟ بسم الله، تحية لك وضيوفك الكرام. أهلا بك. هذه طبعا جرائم حرب واستهداف المدنيين كما يعلم الجميع، هي جرائم حرب. للأسف الشديد ما يحدث في مدينة بنغازي ليس جديدا، ما يحدث في مدينة بنغازي له حوالي سنتين ونصف الآن أو ثلاث سنوات منذ بدأ عملية الكرامة، وهذا ما يحدث. نصف المدينة دمر، هناك قتلى مدنيين أعداد كبيرة حتى من أهالي بنغازي والمناطق المحيطة، ولن تتوقف هذه العملية للأسف الشديد الذي بدأت باسم محاربة الاغتيالات. الآن نشاهد عدد القتلى أكثر من 10,000، والآن جرائم حرب، قصف مدنيين مساكين واقعين في مناطق النزاع. قوانين الأمم المتحدة وكل القوانين الدولية توضح كيف يتم التعامل مع هؤلاء، ولكن للأسف الشديد العصابة الموجودة في برقة الآن لا تستمع لأحد. هم عبارة عن مجموعة من المجرمين، لا أبالغ يعني، هم مجموعة من المجرمين الذين لا تهمهم الدماء ولا يهمهم شيء، وهذا ليس غريبا بالمناسبة. يعني كل من حاضر أو عاصر حرب تشاد يعلم ماذا كان يفعل حفتر في القرى التشادية، وكيف كان يقصفها بالجراد، وكيف كان القتلى التشاديين بالمئات، هم قتلى مسلمون أيضا ومدنيين. ما يقوم به حفتر الآن ليس غريبا، هو نفس ما يقوم به ما قام به في الثمانينيات. طيب أذهب إلى السيد الحر. السيد الحر، هنا ما التوصيف الحقوقي لما يحدث في منطقة قنفوجة بعد أن طال هذا القصف الجوي عددا من العائلات العالقة وأيضا العمالة الأجنبية؟ لك بداية أخي وللضيوف الكرام وللمستمعين في هذا المنبر، الحقيقة اطلعت على تقرير منظمة التضامن وقد اختلف معهم في توصيف أو في التوصيف الذي ذهب فيه ما حدث في منطقة قنفوجة وما حدث أيضا في مدينة درنة. لا يمكننا نهائيا حقوقيا وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان ووفق القانون الدولي للإنساني أن نصنف أن ما حدث في قنفوجة هو جريمة إبادة جماعية، لأن معايير تصنيف هذه الجريمة لا تتوافر نهائيا فيما حدث بمدينة بنغازي أو في درنة. الحقيقة إن كنا نسعى لتوصيف هذه الجريمة فيمكننا أن نطلق عليها جريمة حرب، لتوافر معايير لثبوت وتوافر معايير هذه الجريمة، جريمة الحرب فيما حدث في بنغازي تحديدا. أولا أنها كانت مكررة لأكثر مرة، ثانيا كانت على نطاق واسع، ثالثا استهدفت أعيان مدنية ومدنيين. هذه الجريمة يمكن تصنيفها كجريمة حرب لا جريمة إبادة جماعية كما ذهب تقرير منظمة التضامن في لوصف هذه الجريمة. للأسف أدنا ولازلنا ندين و قدمنا تقارير وأوضحنا أن كلا طرفي النزاع في المنطقة الشرقية لا يراعون أبدا حياة المدنيين ولا يراعون المناطق المكتظة بالسكان ولا يراعون الأعيان المدنية.
يمكن وصف كلا طرفي النزاع بدون استثناء انهم ارتكبوا جرائم حرب في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحه. الاكيد لي هنا وفي ظل قصور وعدم مقدره القضاء الوطني على التحقيق في مثل هذه الجرائم الجسيمه. طيب سيد الحر، سنتطرق الى هذا الموضوع في سياق هذه الحلقه، دعني اذهب للسيد اسماعيل في العاصمه طرابلس. سيد اسماعيل، كيف تعلق على قصف طائرات من دون طيار على منطقة جنفودة وما خلفه من أعداد في القتلى والجرح؟ مؤلم ما يحصل، وشد منه إيلاما في ألا تجد الأجسام الثلاث التي بنى كثير من الليبيين آمالا على أن تكون لها نتائج بعد توقيع 17 ديسمبر ليجد حيز التنفيذي، ولكن الواقع العملي أن الأجسام المهترئة والتي ولدت حقيقة ربما تكون شبه ميتة لم تقم بواجباتها. فإلى كم العدد المطلوب من مئات أو آلاف الشهداء ليسقطوا من أجل أن تتحرك هذه الأجسام؟ وهل هذا الاتفاقات أو هذا الاتفاق ملزم للجميع أم ملزم لبعض المناطق فقط؟ هل يجب على الليبيون أن ينصاعوا ويجب على هذه المجالس أو مسميات وسمها كما شئت في أن تحاول قدر الإمكان ألا تلتفت إلى الليبيين وهمومهم في الشأن العام والخاص؟ هل من الممكن أن تستمر هذه الطائرات في القصف؟ تساؤلات، من هو المواطن وأين هو حقوق المواطنة؟ وإذا كان المجلس الرئاسي وهو الذراع التنفيذي والذي يجب أن يحمي الليبيين كان عليه حسب الاتفاق، إذا قلنا أن هناك اتفاق لا يزال، هل يمكن أن نقول بأن هذا المجلس يستطيع أو يستمر في الأمر بإيقاف إطلاق النار أم لا؟ ولماذا لم توقف الطائرات؟ لماذا إذا لا تستطيع، لماذا لا تطلب من الدول التي وعدت ووعدت وتعد بأنها ستساعد المجلس وتساعد الليبيين بأن توقف هذا العنترية في قصفه؟ لماذا هذه الأوجه المتعددة والألوان المتعددة تغيرة؟ ثم إن هذا التساؤل، إلى كم من الأعداد من الأطفال يموتون؟ دارنا محاصرة وبنغازي تقصف والحبل حقيقة مستمر ومستمر. طيب، إلى أين؟ هل حفتر من الليبيين الذين يلتزمون بأن يكونوا جزءا من اتفاق، أم أنه يجب أن يقتل الليبيين؟ واضح سيد إسماعيل، الأجسام إذا لم تستطع القيام بدورها. نعم، طيب سنأتي إلى ذلك في سياق هذه الحلقة. دعني أتوجه بالحديث للسيد الغرياني، أو أعود للسيد الغرياني مرة أخرى لنرى ما فعلته لجنة الأزمة حيال هذه الأوضاع. سيد الغرياني، هنا ما التحركات التي يمكن للجنة الأزمة في بنغازي أن توفر من خلالها ممرات آمنة لإنقاذ العائلات العالقة في منطقة جنفودة؟ نحن لم نجد أي سبب كبير للتواصل مع مجلس الرئاسي إلا مع عضو المجلس الرئاسي، هو الذي تعاطف مع موضوع ملف العائلات العالقة. بالنسبة للعائلات العالقة توصلنا معه عن طريق مؤسسة تضامن حقوق الإنسان. مؤسسة تضامن تواصلت مع الصليب الأحمر، طلبت بدورها تكليف مباشر من المجلس الرئاسي ليتم عملية الإجلاء. عضو المجلس الرئاسي قام بإجراء مراسلة وضعت أمام طاولة المجلس الرئاسي الآن لها حوالي 8 أيام لتتم مراسلة الصليب الأحمر ويتم عملية الإجلاء. للأسف وقفت وعطلت من قبل أحد الأعضاء من قبل المجلس الرئاسي بتهمة أنهم دواعش وما لغير ذلك. بعد عدة مفاوضات وتواصل مع العضو المجلس الرئاسي المقاطع لهذه المراسلة، تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزير الخارجية ووزير الحكم المحلي للتواصل بموضوع العائلات. وأنا أرى أن هذه اللجنة شكلت لكي يخلي المجلس الرئاسي مسؤوليتها من هذه العملية، وأرى أنها تميع وتعطيل للوقت. نحن الآن كلجنة أزمة بصدد التواصل لتأجير جرافة والذهاب إلى هناك. لا ملجأ لنا إلا هذا، صراحة لم نجد أي تواصل. المجلس الرئاسي يرى فينا لسنا من بني جلدتهم، بل لا يرى فينا بشر نهائي صراحة. تخيل أن المجلس الرئاسي له أكثر من 4 شهور والسيد السراج لم يتواصل مع المهجرين في مدينة طرابلس والمنطقة الغربية بالكامل. السيد السراج
يعلم جيدا أن أكثر من 10,000 عائلة موجودة في المنطقة الغربية، ويعلم أن العائلات العالقة هي امتداد للعائلات المهجرة في المنطقة الغربية. لا ينظر إلينا نهائي، لم يتواصل معنا، وكأننا لسنا ليبيين وكأننا لسنا إسلام صراحة. طيب أعود لي السيد فؤاد في العاصمة الإيطالية روما. سيد فؤاد، يعني المجلس الرئاسي شكل لجنة للتواصل مع المنظمات والجهات الدولية لتأمين خروج هذه العائلات بمنطقة جنفودة. هل تتوقع في ظل هذه التطورات التي تشهدها مدينة بنغازي أن يكون لهذه اللجنة جدوى في تحقيق أهدافها؟ المجلس الرئاسي المفروض يفهمنا، يعني هل هذا الاتفاق السياسي هو لكل ليبيا ولكل الليبيين، أم أنه هو فقط ينطبق على جزء من ليبيا؟ يعني الكل يعلم أن السيد حفتر والقوات اللي تابعته والسيد عقيلة صالح يقولون وبكل صراحة أنهم لن ينقادوا لهذا الاتفاق السياسي. يعني القوات الآن تقصف في بنغازي، من هي هذه القوات؟ هذه هي مهمة المجلس الرئاسي الحقيقية، تطبيق الاتفاق. من هي هذه القوات؟ هل هو بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ هل هذه القوات تتبعه؟ إذا كانت تتبعه فهو يتحمل مسؤولية مباشرة. إذا كانت هذه القوات لا تتبعه، فالشيء بسيط جدا، يعلن أن هذه قوات متمردة، يقول الحقيقة ويواجه الشعب الليبي ويقول أن في الحقيقة هذه قوات متمردة لا سلطة لنا عليها ولا نستطيع أن نتصرف معها، وعندها بعدين لكل حادث حديث. أما محاولة إرضاء هؤلاء المجرمين والصمت عليهم، وكما يقول ضيفك قبل قليل حتى مجرد الالتقاء، يعني يمشي السيد السراج يلتقي بنازحين تاولغاء، ممتاز، ونازحين بنغازي اللي يصل عندهم قريب 150 ألف في طرابلس، هؤلاء ماذا يعني ماذا عنهم؟ في الحقيقة الانتقائية والاختيارية في تصرفات السيد السراج رغم الدعم الدولي الكبير لهذا المجلس سيؤدي بنا إلى مشاكل أكبر من هذا بكثير. يعني على المجلس الرئاسي الآن أن يتولى مسؤولياته، إما أن هو يقود ليبيا فعلا للخروج من أزمتها الشديدة والخانقة، وإما فليتنحى جانبا، والحديث خصوصا على السيد السراج والسيد المجرم. طيب، لأن هذا غير مقبول وغير معقول يعني اللي قاعد يحصل الآن. طيب سيد الحر، يعني على مستوى المنظمة العربية لحقوق الإنسان، يعني ما الخطوات التي قمتم بها بخصوص وقف القصف على منطقة جنفودة وضمان خروج العائلات العالقة في تلك المنطقة؟ بالنسبة فيما يتعلق بضمان خروج العائلات العالقة في المناطق التي تحولت لمناطق نزاع مسلح، طلبنا المنظمات المعنية أو المنظمات الإنسانية بسرعة التدخل للحد من المأساة التي يعيشها مواطني تلك المنطقة. على سبيل المثال طلبنا من الهلال الأحمر وأيضا طلبنا من منظمة الصليب الأحمر العمل والتدخل على إنقاذ أرواح المدنيين في تلك المناطق المحاصرة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى فيما يتعلق بمثل هذه الجرائم، نحن نحيل في بياناتنا ونحيل أيضا في تقاريرنا للجهات المعنية التي نخاطبها بصفة مستمرة على أمل أن تقوم بواجبها المناط بها حتى لا يكون هنالك إفلات من العقاب، ويستطيعون ملاحقة الجناة في ظل عدم مقدرة القضاء الليبي جلب هؤلاء الجناة. نقوم بإحالة هذه التقارير إلى مجالس حقوق الإنسان الإقليمية أو الدولية المعنية بمثل هذه الانتهاكات الجسيمة. أيضا نخاطب المنظمة العربية لحقوق الإنسان الفرع الأم وجامعة الدول العربية، أيضا الإحالة إلى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في الاتحاد الأفريقي، العديد من المنظمات، منظمة العفو الدولية والهيومرايت سواتش، كل هذه المنظمات يتم مخاطبتها والتنبيه بأن هنالك انتهاكات جسيمة ترتكب ضد المدنيين في مناطق النزاع المسلح. المسألة تبقى هنا أنه لا إمكانية لهذه المنظمات القيام بأكثر من ذلك، لأن سلطتها بالدرجة الأولى هي سلطة أدبية، وتقوم بوضع إصبعها على مناطق التوتر والمناطق التي تشهد انتهاكات جسيمة على أمل أن تكون هنالك آلية تنفيذية تعمل على مجابهة واضح سيد الحر واضح الجناة
وتقديمهم إلى القضاء. طيب أعود لي السيد إسماعيل مرة أخرى. سيد إسماعيل، برأيك هل من علاقة تربط بين ما يحدث في منطقة جنفودة وأيضا حالة الانقسام الراهنة التي تعيشها البلاد؟ بكل تأكيد هي نتيجة من نتائج التشظي السياسي، هي نتيجة من عدم القدرة، هي نتيجة من آلية الإفشال والفشل، هي آلية مباشرة أو نتيجة من النتائج المتوخاة من هؤلاء الساسة الذين امتطوا صهوة السياسة دون أن تكون لهم قدرة، إنهم عجزة عن اتخاذ أي إجراء، إنهم غير قادرين حتى على قول الحقيقة، إنهم غير قادرين على تسيير بلد، غير قادرين على المضي بها. الاتفاق الذي ولد والذي انتظره الليبيون بعد مرور سنة ونيف، نتكلم على واقع عملي أنه لم يرى النور في التطبيق. هناك حبر ولكن ما يصاغ بدما أغلى. نتكلم على واقع عملي أن الليبيون ينتظرون أفعالا لا أقوال، ننتظر أن يكون خلال 20 يوما أن يتم تحديد الأجسام أو المسميات العسكرية، لم يتم. أن يتم الأمر بوقف إطلاق النار، لم يتم. أن يتم فولو بشكل خجل، أن يتكلموا على أنه لا يجوز القتل خارج القانون. وهل القتل الذي يجري بالطائرات داخل القانون؟ هل القتل الذي يجري ببنغازي داخل القانون؟ هل كانت هناك محاكمات؟ هل كانت هناك محاسبات؟ لماذا لا يتم تعريف الإرهاب والاتفاق على مفهومه؟ هل الإرهاب العسكري ليس إرهابا والإرهاب الثاني يعتبر إرهابا؟ هل الخروج على منوال حفتر هو عبارة عن الخروج الفعلي الذي أن ارتضاه؟ هل الخروج على ما يريده هذا العنجهي يحاول قدر الإمكان التأصير لبعبعه ومحاولة نشر دكتاتوريته هي الإرهاب الذي يرونه؟ إن الواقع العملي مؤلم، والأشد منه إيلاما أن لا تجد آذان صاغية. هؤلاء الضحايا المشردون أو الذين يقتلون في بنغازي وفي طيب. غيرها وفي درنة والمحاصرون، حقيقة أمر مفزع ومقلق ويدعو إلى عملية محمود. التساؤل إلى أين نحن سائرون، وهل نستطيع أن يكون هناك مساعدة طيب. من المجتمعين المحلي والدولي طيب. تساؤلات يجب أن تطرح وإجاباتها يجب أن تكون من وراء المقاعد إن أراد البقاء. طيب ابقى معنا سيد محمود. أعود للسيد الغرياني. سيد الغرياني، على ماذا تعولون في لجنة الأزمة في بنغازي لوضع حد لقصف المدنيين في منطقة جنفودة؟ والله للأسف سدت الأبواب كلها في وجوهنا صراحة. نحن الآن صدد هي الجرافة والذهاب مباشرة إلى منطقة جنفودة لإخلاء العائلة، وهذا نرجو الجميع يتواصل معنا محليا أو دوليا. من يريد أن يقدم لنا العون يتواصل مع لجنة أزمة مهاجرين في مدينة طرابلس. نحن الآن بصدد تأجيل جرافة والذهاب إلى الاحتلال بإذن الله أسبوع أو 10 أيام، هذا ما نقدر عليه صح. طيب سيد فؤاد، هنا برأيك كيف يمكن تجنيب العائلات العالقة في منطقة جنفودة والعمالة الأجنبية ويلات ما يحدث من قصف على المنطقة؟ في الحقيقة لا نملك شيء، يعني أنا كما قلت قبل قليل، يعني من يقرأ السيرة الذاتية لخليفة حفتر يعلم أن ما يقوم به ليس جديدا عليه، وهو لا يستمع لأحد كما يعلم الجميع. هو ليس تحت سلطة المجلس الرئاسي وقد أعلن هذا بكل وضوح. هو يعتبر في نفسه قائد الثورة الجديد في ليبيا أو في منطقة برقة. هناك تأييد شعبي له، هناك طبعا بعض أعضاء البرلمان مثل رئيس البرلمان مؤيدين له. المشكل في ليبيا أصبح مشكل عميق حقيقة، وهو يهدد حتى بانفصال ليبيا. يعني الآن عندنا منطقة في ليبيا أو ما يسمى برقة الآن، يعني هناك عبادة تنفرد، هناك عودة للنظام الجماهيري، هناك عودة للنظام الدكتاتوري بتأييد سواء بتأييد من أجزاء من أعضاء مجلس النواب الموجودين في برقة وبصمت المجلس الرئاسي تماما عما يحدث. المجلس الرئاسي يخضع للابتزاز يوميا من سبب حرصه كما يقول على بقاء ليبيا موحدة، ولكن أعتقد أن هذه الطريقة التي يسلكها المجلس الرئاسي خطير جدا. نرى حفتر ليس فقط في جنفودة يهاجم المنشآت النفطية في منطقة السويتينة في وسط ليبيا بدون أن يحرك المجلس الرئاسي ساكنا، أو على الأقل يعلن كما قلت يعلن موقفه من السيد حفتر. يعني السيد حفتر كان صريح وواضح أنه لا يعترف بسلطة المجلس الرئاسي. يا سيد السراج، من هو حفتر بالنسبة لك؟ الأمر بسيط جدا، ويحسم هذا النقاش ونخرج طيب. من هذه الأزمة، وممكن السير قدما في إيجاد حل لهذه المشكلة العويصة صراحة.
إذن الناشط السياسي محمد فؤاد، شكرا جزيلا لك، كما أشكر أيضا رئيس لجنة الأزمة في بنغازي تميم الغرياني. ونرحب في الجزء الثاني من هذه الحلقة بالناشط المدني عبد الباسط البرعسي، وما زال معنا أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا عبد المنعم الحر، وأيضا الباحث في الشأن السياسي والقانوني محمود إسماعيل. ومن بنغازي إلى درنا، وأبدأ معك من هناك سيد البرعسي، ما هي الأثار الناجمة عن الحصار المفروض على المدينة وتداعياته على المواطنين؟ أولا أهلا وسهلا بك أخي كريم وضيف الكرام، تحية لك والمشاهدين الكرام. أهلا بك. طبعا الحصار لا زال مستمر على مدينة درنا، والحصار تمنع الدخول السلع حيوية للمدينة، منها الغاز والبنزين. وطبعا الحصار هذا يترتب عليه، الحصار هذا أساسا مفتوح، يعني الطرق مغلقة مفتوحة إلى أمد معين، إلى الساعة 8 تقريبا ليلا، وبعدها تغلق الطرق. طبعا هذا يؤثر حتى على تنقل المرضى، إنسان مريض ممكن يكون بيخرج المدينة أو بيدخل المدينة، هذا يشكل مشكلة كبيرة. بالإضافة أيضا الحصار هذا يشكل يعني يضر بالمرافق الحيوية في المدينة، وهي خاصة المرافق الصحية، إضافة إلى نقص الغاز ونقص البنزين. طبعا ومع وجود انعدام السيولة، مش نقص السيولة في درنا، السيولة غير موجودة، المصارف شبه مغلقة، يعني تعمل في أعمال إدارية فقط. المواطن طبعا يعاني الأمرين، نقص السيولة وعدم وجود السيولة وعدم وجود السلعة أصلا يعني، وهذا يشكل أمر يعني ضاغط بشكل كبير جدا على سكان المدينة. طيب سيد عبد الباسط، هذا فيما يتعلق بالحصار هنا، دعنا نتحدث عن تأثير الغارات الجوية المتكررة على المدينة، ما تأثير ذلك أو مواقع ذلك على المدينة؟ طبعا في هو في فترات سابقة الغارات منذ بدايتها بدأت من فترة من وقت طويل، يعني قبل الاشتراك من فترات طويلة من بعد انتهاءنا من حرب مع داعش، بدأت الغارات على مدينة درنا. وفق الإحصائيات يعني نتج عنها قتل قرابة 71 مدني، 75 منهم 71 مدني، وثلث القتلى كانوا من الأطفال. وطبعا دمر العديد من المساكن من البيوت، وتم ضرب حتى كثير من المرافق، منها مستشفى الوحدة ومستشفى الوحيد في مدينة درنا، وعلى وجه الخصوص قصف القسم الخاص بمرضى الكلى، وهذا طبعا سبب إشكال لمرضى الكلى، ما عندهمش وين يمشوا في المنطقة، ولكن الحمد لله تم صيانته. استمر القصف الى فتره قريبه، لكن الايام اللي فاتت هذه القصف خارج المدينه، يعني على ضواحي، على مش داخل المدينه، قصف اغلب الغارات كانت على مداخل مدخل المدينه، سواء الغربي والجنوبي، يعني في مداخل المدينه من جهات مختلفه. طيب اعود للسيد محمود اسماعيل. سيد اسماعيل، يعني هنا كيف تصف هذا الحصار المفروض على درنا في الوقت الذي تمكنت فيه المدينه من طرد عناصر ما يعرف بتنظيم الدوله من هناك؟ حقيقة ما يجب أن يشار إليه في أن هذه عبارة عن إجراءات وفقا للآتي. الأول أنها ربما كانت عقوبة، لأنها عقوبة بالشكل المباشر لهذه المدينة، لأنها قررت أن تطرد الداعشيون والمنحرفون دينيا والمتشددون، وحفتر ليس منهم ببعيد، بل هو الداعم الرئيسي، ولذلك لم يبدأ القصف إلا بعد أن طرد الداعش من درنا. ثم ثانيا ربما هي أيضا جزء من عقوبة في عدم رضا درنا بالانفصال على الجسم الليبي ممن ينادون بالانفصال، لأن درنا دائما تنتمي إلى حاضنة الوطن. ثم ثالثا يجب أن يشار إلى أن هذه المدينة التي حاولت قدر الإمكان أن تنتفض وتسيطر وتحاول قدر الإمكان بعث الحياة فيها من جديد، لا يراد لها أن تبقى أو تستمر، لا يجب إلا أن تخضع إلا لحفتر. وعندما رفضت حفتر مشروعا وما سمي كرامة وغيرها، ولذلك جاءتها العقوبات، إما أن أحكمكم أو أقتلكم وأقتلكم، ربما قالها الدجال القذافي وكررها الدجال الجديد حفتر. إذن هو مشروع محاولة قدر الإمكان للإخضاع، وليس من أجل الكرامة، وإنما من أجل أن طيب يكون سيد دعني بالمطلق لهذا الطاغوت الجديد. طيب دعني أنتقل للسيد الحر. سيد الحر، يعني هل ترى أن الوضع في درنا مشابه لما يحدث في منطقة جنفودة، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن درنا تشهد حصارا يمنع وصول الاحتياجات الضرورية لمواطنيها؟ والله الحديث فيما يتعلق بدرنا يطول كثيرا،
لأن التقارير الوافدة للمجلس والأمم المتحدة عادة شبه نوع من الغموض. أنا لا أريد الإطالة على سيادتك، لكن الحقيقة أن جريمة واحدة بغض النظر عن المكان وبغض النظر عن الجاني وبغض النظر عن إن كانت هذه جريمة ارتكبت تحت خطأ الشرعية أو خارج خطأ الشرعية، الجريمة نحن كحقوقيين ندينها استهداف المدنيين هذا أمر مرفوض نهائيا مهما كانت الجهة التي تقوم بذلك. وجرائم الحرب شاهدة على مدينة درنة وعلى مدينة بنغازي وكافة المدن التي شهدت نزاعات مسلحة في ليبيا. للأسف علينا أن حتى نستطيع بناء الدولة الليبية علينا الابتعاد عن توجيه الاتهامات والخيانة والعمالة، وعلينا أن ننتهج نهجا بعيدا عن القتل والدمار، علينا أن نبحث عن وسيلة لا عنف، علينا أن نجلس إلى الحوار والمفاوضات والمساعي الحميدة والتوفيق ما بين هذه الأطراف المتنازعة، لأن الوطن يكاد أن يضيع بين أيدينا في هذه المرحلة. الضحايا كثر وجرائم أكثر، وحتى الآن الإفلات من العقاب لازال مستمر، ولعل مسألة الإفلات من العقاب هي التي تعزز تكرار طيب. مثل هذه الجرائم التي ترتكب في مناطق النزاعات المسلحة. لا أريد الإطالة عليكم، نعم جرائم الحرب ترتكب ولازالت ترتكب حتى الآن، ولازلت أصر أنا كأمين عام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بأن الإفلات حتى لا يكون هنالك إفلات من العقاب علي على السلطات الليبية المعنية التكرم وتقديم طلب للجنائية الدولية والانضمام إلى ميثاق روما حتى لا يكون هنالك إفلات من العقاب. الجنائية الدولية لها القدرة على ملاحقة هؤلاء الجناة وأمراء الحرب بصفة عامة، ولها القدرة أيضا تعزيز من مسألة لا يكون هنالك إفلات من العقاب وملاحقة كل الجناة الذين يرتكبون في جرائم ضد الإنسانية والذين يرتكبون جرائم الحرب كذلك. طيب أعود للسيد البرعسي. سيد البرعسي، هنا ما التداعيات الراهنة على مواطني مدينة درنة بعد منع دخول الوقود والسيولة النقدية وأيضا الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب هذا الحصار المفروض؟ طبعا مظاهر الحصار بادية جلية يعني على حياة المواطن البسيط العادي، نقص هذه الاحتياجات الضرورية تجعل حياته يعني صعبة جدا يعني، ونحن الآن الحصار نعتبر خانق لكن قد يكون بعد أيام قاتل يعني، قد يؤدي يعني ما زلنا في مرحلة تضييق الحصار علينا، لكن نحن نتمنى أن يرفع هذا الحصار، لكن بعد أيام أخرى قد نستطيع أن نتنبأ ما سيحدث، قد الأمر يؤدي إلى حتى حالات وفيات المرضى، قد يؤدي إلى يعني انتشار جريمة، قد يؤدي لا تستطيع أن تتنبأ ما سيحدث، نقص مثل هذه الأشياء ضرورية، إنسان بلا بنزين بلا غاز كيف يتنقل، كيف يطلب طعامه، كيف وليس لديه مال اصلا يشتري به الاصل، ممنوع من ناخذ المدينه او مقيد في الخروج. طيب في ظل هذه الظروف سيد البرعسي، يعني كيف تسير وتيره الحياه في المدينه؟ يعني هل الاسواق مفتوحه؟ الاماكن العامه يرتادها المواطنون؟ كيف تبدو الاوضاع؟ والله الاماكن لا زالت المحلات مفتوحه، ولكن بدات حركه السير تتقلص، وتجد انها يعني تفتقد لوجود سيارات في الشوارع نتيجة نقص البنزين وكذا، بدا ظاهر ان الازمه بدات تلقي بظلالها على المدينه. لكن انا اود حقيقه ان نتحدث عن شيء اخر مهم جدا قد يفيدكم في هذه الحلقه، ان هناك طبعا احنا سكان مدينه درنة اللي حولنا في المناطق والمدن الجاره هم تربطنا بهم علائق وروابط الدم والجوار والنسب، وهم شركائنا في الوطن وإخوة لنا، ونتمنى أن تحقن الدماء وأن نتجه إلى التهدئة، ونحن أعلم أن هناك العديد من المبادرات لحقن الدماء والقيام بتسوية حقيقية بين الإخوة والجيران، لأن طبعا ليس من مصلحة أحد استمرار التصعيد، هذا التصعيد بين المدينة والمناطق المجاورة، وهذا الأمر قد يؤدي إلى تبعات يعني في المستقبل تجعل هناك حواجز بين الأخوة وأبناء العم والأقارب والناس اللي تربطهم هذه الروابط. فهناك مساعي حقيقية موجودة في المدينة الآن، حتى مجلس الشورى أعلن أنه لديه مبادرة مع الأعيان ومع مؤسسة المجتمع المدني للسعي من أجل التهدئة. درنا طبعا مدينة مسالمة بطبعها،
مدينة معروف دغلة لا تحتاج من أن يقدمها كمدينة ثقافة ومدينة علم ومدينة كذا، وفي نفس الوقت هي مدينة مسالمة تريد السلام وتريد أن تبني دولة، والمواطنين سعيدين الآن في مدينة دغلة بالسماع عن أن وجود مبادرة قد تحل هذه الأزمة. نحن نريد أن تحقن دماء الليبيين كلهم، أمنية عندنا، ودفعنا ثمن كبير جدا دفعناه في حربنا مع تنظيم الدولة، ومن قبلها شهداء درنا في حرب التحرير، ومن قبلها في ضحايا بوسليم درنا دفعة كثير. مدينة صغيرة جدا ولديها أحزان كثيرة جدا، لكن في سبيل الله وفي سبيل هذا الوطن، إذا هذا الوطن مستعد درنا تدفع الكثير من أجل تقام دولة في ليبيا وتحقن دماء الليبيين. نعم. طيب أعود لسيد محمود إسماعيل. سيد محمود إسماعيل، كيف ترى تعاطي الأطراف السياسية في البلاد مع ما يحدث في المدينة؟ تعاطي بالتغاضي، تعاطي بعدم بالإهمال، تعاطي بعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة. هل درنا تابعة للدولة الليبية أم لا؟ وهل بنغازي جزء من حاضرة ليبيا أم لا؟ إذا كان هناك قريبا من المليون في مدينة بنغازي و120 ألف بمدينة درنا قد أهملوا، إذا كان هناك حراك فعلا سياسي ومسؤولية سياسية، إذا كانت هناك، هل يسمح بالقصف دون أوامر من مجلس رئاسي؟ إذا كانت هناك يراد بأن يكون هناك اعتراف متبادل وحماية للمواطنين، إذا كان هناك أمر بالقصف فليؤمر المجلس الرئاسي إذا كان هناك شرعية في الإجراء. أما هذه العنجهية ومحاولة الابتعاد على تنفيذ الاختصاص أو تنفيذ والانتقائية فيما يتعلق بتنفيذ هذا والرضا بذاك، نعتقد أن هذه لا تنتج وطنا ولا تنتج إلا أضغاط أحلام. الواقع العملي أن التعاطي جد خجول من جميع الأجسام، الواقع أن البرلمان جد مغيب نهائيا كان ولا يزال، وأعتقد أنه سيظل جزءا كبيرا من الإشكال الليبي. أيضا ما يتعلق بمجلس الرئاسي الذي هو الذراع التنفيذي والذي أعطي اختصاصات محلية ودولية والمجتمع الدولي جهارا نهارا، إذا كان المجلس الرئاسي طلب بشكل محدد في أن يتم إسقاط طائرات حفتر فستسقط أو على الأقل سيشوش عنها، أو إذا لم يكون هناك إمكانيات. ولكن الواقع أن الإجراءات جد خجولة، والمواطنون لا يريد دون فقط إلا حياة. نعم هناك مشاكل اقتصادية ومشاكل أمنية، لكن إذا كان تم إخراج الدواعش وتم هناك انتصار، الواقع العملي أن هذا الانتصار وهذه طيب الأمور في هذا الإطار يحاول العنجهي حفتر هذا المجرم أن طيب يوظفها. طيب سيد إسماعيل، نعم. في هذا الإطار يرى البعض أن مجريات الأحداث العسكرية في درنا قد تجعل من المدينة هدفا من جديد لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة، كيف ترى هذا الطرح؟ بكل تأكيد، إذا كانت تركت هذه المدينة وترك شبابها وإهمالها من الناحية الاقتصادية، وأيضا عملية أنها هذه بيئة مهيئة لإمكانية إرجاع الدواعش، لأنه لم يحميكم أحد ولم يلتفت إليكم أحد، طردوا الدواعش فليأتوا دواعش جدد، وما الخضر منهم ببعيد. حفتر يحاول أن ينشر عنجهية ويحاول أن ينشر دكتاتورية، الليبيون فروا منها 43 عاما عجافا، ويحاول أيضا إعادة تصديرها لهم بإطار السيسية الجديدة في توب حفتر. الواقع أن الموضوع مؤلم ومؤلم جدا، والتأخر بالساعات أو عدم الاحتساب بالساعات يجعل الليبيين ينتظرون. الآن نتكلم على 8 أشهر للمجلس الرئاسي، ما الذي رأونا منه؟ نتوقع أن يكون بزيارة رسمية هناك وأن تشكل لجنة رسمية، وأيضا رسالة واضحة للإخوة الموجودين من قبائل العبيدات والتي تحيط وتحتوي مدينة درنا من جميع جوانبها، أن ينظروا إلى أن الموضوع لا يمكن أن يكون هناك تطهيرا عرقيا لمنطقة من المناطق بإعادة طرد أهلها وفرض رأي من الرأي العسكريين الذين يريدون فرض نوع من سياسة الأمر الواقع عليهم أو حكمهم بالسيف. هذا أمر نعتقد أنه مرفوض، آليات التجويع طيب لا توجد. من الممكن جدا العمل على أن يكون هناك ثوأمة وأن يكون هناك مبادرة، ولكن هذه المبادرات غير المنتجة. أين هي الأجسام الرئيسية الثلاث؟ لدينا جسم خاص بالمصالحات وذراع تنفيذية وذراع تشريعية مشلول، هو جزء من المشكل. آلية التواجد في المشكل في أن يكون هناك نظرة واقعية طيب، وأن يكون هناك أيضا نظرة قانونية لهذه الجرائم البشعة واضح التي يرتكبها هذا الأنجعي. طيب أعود للسيد البرعسي مرة أخرى. سيد البرعسي، ما الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في المدينة للتخفيف من حدة الحصار المفروض على الأهالي هناك؟ حقيقة مؤسسات المجتمع المدني يعني تعمل على يعني مع أعيان المدينة ومع مجلس الشورى ومع المجلس المحلي
يعمل على رفع الحصار، ليس بيديهم شيء يفعلوه سوى انهم يسعوا الى رفع هذا الحصار عن طريق يعني القيام بتسويه مع اخواننا في المناطق المجاوره اللي هم اخواننا وزي ما اسكت يعني وابناء عمومتنا، ويعرفون ان درنا يسكن فيها 100,000 مواطن لديهم اطفال ولديهم مرضى ولديهم شيوخ ولديهم كذا، وهذا الحصار يعني حصار قاتل خانق بدايته وسينتهي سيؤدي الى قتل المدنيين في النهايه. طيب هل هناك اي تحركات سيد البرعسي من المدن المجاوره بارسال قوافل اعانه او قوافل اغاثه لتخفيف من وطاه حده هذا الحصار؟ للاسف لم يحدث هذا الامر على اعتبار ان المناطق المجاوره لنا يعني المدينه محاصره، فلا يمكن يسمح من تدخل قافلة إغاثة إن حدثت وإن لم تحدث أصلا حقيقة، وهذا الأمر اللي احنا قد نحكم به على أخواننا. درنا كانت دائما سباقة في دعم وإغاثة المدن المنكوبة والقرى المنكوبة في الفترات السابقة، والآن يعني درنا للأسف تشعر بأن الجميع تخلى عنها في محنتها، لكن دائما لدينا أمل ومساعي من أجل الخير، ونتأمل في العقلاء والناس الشرفاء واخوتنا في من حولنا وفي الوطن اجمع ان يسعوا الى ان يوقفوا هذه الحرب ويوقفوا هذا الحصار ونوقف نزيف الدم ونبدا في بناء دولتنا. الحقيقه الناس ملوا وتعبوا، وزي ما اسلفت احزان الناس بدات يعني تتثاقل عليهم، يعني اللي فقد ابنه فقد وفقد الزوجه وفقد بيته، والناس مهجره داخل مدينتها مش مدينتها مهدمه، ويريد الناس بس العيش، يعني يريدوا ان يعيشوا، يريدوا الحاجات الضروريه ان تدخل اليهم في وطنهم في ومن حولهم اخوتهم. هذا امر يعني حقيقه غايه محزن جدا الحقيقه. طيب من جديد ينضم الينا السيد الحر مره اخرى. سيد الحر، هنا ما دور المنوط بالمنظمات الانسانيه وايضا الحقوقيه للمساعده في فك الحصار المفروض على مدينه درنا؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد الحر مرة أخرى، وأعود للسيد إسماعيل. سيد إسماعيل، كيف ترى تعاطي الأطراف السياسية في البلاد مع ما يحدث في يعني سيد إسماعيل، على من تقع مسؤولية حماية المدنيين في تلك المدن التي يتعرض فيها المواطنين للقصف الجوي المتكرر؟ تقع حماية المدنيين حقيقة على المجلس الرئاسي الذي هو يعتبر هو السلطة الشرعية حسب الإجراءات المتبعة، تقع عليه أيضا مسؤولية، عليه أن يتحمل مسؤولياته في هذا الخصوص. ولذلك من المهم جدا الإشارة هنا إلى نقاط لعل أساسها ابتداء من وجود استراتيجية فعلية فيما يتعلق بالمدينة ومسؤوليها من المجلس المحلي، والذي سررنا عندما سمعنا أن هناك اجتماعا ضمهم بمدينة طرابلس من أجل العمل على تفعيل هذه المؤسسة الرسمية. وأيضا يجب أن يكون هناك استراتيجية محددة لأصدقاء مدينتي بنغازي ودرنا من أجل وضع نوع من الجسم المدني الذي يحاول قدر الإمكان العمل على حلحلة الإشكاليات والمشاكل وبعث الحياة من جديد في إطار هذا. أيضا يجب أن يكون هناك استراتيجية اجتماعية من أجل التواصل إلى من حولهم من أجل حلحلة إمكانية أن تكون هناك ممرات آمنة، وأن يكون درنا من حقهم أن يخرجوا وأن يدخلوا وأن يصل إليهم مؤنهم. أيضا يجب أن يكون هناك استراتيجية محددة قانونية لمتابعة المجرمين الذين يقصفون، لأن الطيارين يجب إعادة كشفهم لأنهم مجرمون فعليون، يجب تقديمهم للعدالة عاجلا أم آجلا. وأيضا يجب أن يكون هناك رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي ابتداء من كوبلر وأيضا غيرهم من المسؤولين في أن من المدن التي يجب حمايتها أيضا درنا. إذا لم يكن هناك إجراء من الدولة الرسمية فالمجتمع الدولي عليه أن يحمي هؤلاء السكان. أيضا يجب أن يكون هناك استراتيجية في تناول الموضوع من الشأن الديني والشأن الثقافي والشأن الاجتماعي، لا يمكن، وأيضا الشأن الاقتصادي، لماذا لا تتحرك أيضا ولو باخرات صغيرة من أجل الوصول؟ طيب سيد إسماعيل، أيضا إمكانية طيب الانتقال، هناك أطفال وهناك نساء. طيب نعم. طيب أعود للسيد الحر الذي انضم إلينا مرة أخرى. سيد الحر، سأعيد طرح نفس السؤال، يعني هنا ما دور المنوط بالمنظمات الإنسانية والحقوقية للمساعدة في فك الحصار المفروض على مدينة درنا؟ فيما يتعلق لهذا السؤال نحن بحاجة للإجابة، يعني فلنقسم السؤال إلى شطرين. الشطر الأول المنظمات الإنسانية. المنظمات الإنسانية عليها العمل
والبحث عن الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها سكان المناطق التي تشهد نزاع مسلح. هنالك حاجات أساسية وهنالك حاجات ثانوية، يجب توفير الحاجات الأساسية بسرعة أو السرعة من خلال المنظمات الدولية المعنية بتقديم مثل هذه المساعدات، وخاصة في مناطق أو أثناء الحروب. أما فيما يتعلق بالمنظمات الحقوقية، الكل يعلم أن المنظمات الحقوقية بصفة عامة سواء كانت الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، بالدرجة الأولى هي منظمات غير حكومية، وبالتالي سلطتها أدبية صرف. تعمل هذه المنظمات مع شركائها من خلال عمليات التشبيك مع المجتمع الدولي، فمسألة الإدانة ومسألة الاستنكار ومسألة إحالة التقارير والمطالبة بإجراء تحقيقات وإحالة وتصنيف الجرائم وإحالتها إلى الجهات المختصة، أيضا تقوم هذه المنظمات بالتقصي عن الانتهاكات التي ترتكب ومن الجاني، وتسعى أيضا لتوضيح تسعى أيضا لرفض تلك الانتهاكات، ومن ثم توثيقها على أمل أن تكون هنالك دولة قانون يتم من خلالها تفعيل العدالة ومحاسبة. طيب سيد الحر، يعني في سياق ما ذكرته سيد الحر، في سياق ما تحدثت به أو ما أدليت به عن دولة القانون، هنا كيف بالإمكان ضمان عدم الإفلات من العقاب لكل من يثبت أو يتم إثبات تورطه في ارتكاب جرائم في هذه المدن وغيرها من المدن الليبية؟ إن مسألة التوثيق تحد من مسألة الإفلات من العقاب. توثيق هذه الانتهاكات من قبل المنظمات الحقوقية يحد من مسألة الإفلات من العقاب. نعم القضاء الليبي غير قادر على جلب أمراء الحرب والذين قاموا بانتهاكات جسيمة في حق المدنيين، غير قادر هذا القضاء للأسف رغم أنه القضاء الأصيل، لكن تبقى المسألة مسألة ملاحقة هؤلاء الجناة من قبل القضاء الدولي، أمر وارد جدا وأمر سهل أيضا إذا كانت هنالك نية صادقة من قادة القادة الليبيون لهذه المرحلة، وأيضا نية صادقة وعزيمة من قبل المجتمع الدولي كذلك. مسألة ملاحقتهم وخاصة فيما يتعلق بشرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية أمر وارد جدا، وخاصة أن هاتان الجريمتان هما من اختصاص، من حيث الاختصاص الموضوعي والاختصاص الزمني هم اختصاص أصيل في الحالة، أسف، هم اختصاص أصيل للجنائية الدولية في الحالة الليبية. طيب أعود للسيد البرعسي. سيد البرعسي، ما الحلول التي يمكن أن تتبناها مؤسسات المجتمع المدني وبإمكانها المساهمة في إيقاف التصعيد العسكري في هذه المدن؟ طبعا حقيقه بادرت مؤسسات المجتمع المدني في مدينه درنا كما اسلفت في انها قدمت مبادره لحل سلمي بين الطرفين، واشتركت فيه مع، وطبعا المبادره هذه كانت دعي لها اليه الاعيان ودعي لها مجلس الشورى، وبعدين كل الاطراف برضو لما الشورى نفسها قدم مبادره خاصه به، وجلس الجميع على المبادرات وتقريبا خرجوا بمبادره موحدة تقريبا الآن، أعتقد نسوي إعلانها قريبا. هذه المبادرة ستحل كل الإشكالات والاعتراضات على مدينة درنا، منها تفعيل مؤسسات الدولة، معالجة كل القضايا العالقة بيننا وبين إخواننا في المدن المجاورة، رغم أن حتى يعني لابد أن أوضح لها أن مدينة درنا مدينة الآن آمنة جدا، وهي آمنة يعني أكثر من كثير من المدن التي توجد فيها مؤسسات الدولة حقيقة. حتى أنا يعني من باب الإنصاف شباب من الشورى، نحن مدينتنا الآن آمن أكثر من كثير من المدن التي توجد فيها حكم أسد الدولة، ولكن نحن حلمنا لما قلنا بالثورة قمنا بالثورة من أجل أن نقيم دولة، وهذا أمر يعني يجب أن يتحقق، لأنه هذا هو تطلعات الشعب الليبي. ولذلك هذه المبادرة المقدمة حاليا تناولت العديد من البنود التي تحل كل الإشكالات وكل الاتهامات التي تتهم بها مدينة درنا، وأبدوا فيها الحقيقة كل الأطراف في مدينة درنا أبدوا فيها يعني النوايا الحسنة،
وقدموا الكثير من التسهيلات لكي تنجح هذه المبادرة. وأتمنى يعني أن الطرف الآخر أن يتقبل هذه المبادرة بصدر رحب ويسعى إلى إنجاحها من أجل حق الدماء. فحوى هذه المبادرة سيد البرعسي، هل لك أن تكشف عن جانب لنا عن جانب من جوانبها؟ والله طبعا القضايا العالقة في المدينة اللي بيننا وبين إخواننا في المدن المجاورة، قضايا منها من قضية السلاح، قضية تفعيل مؤسسة الدولة، قضية وهذه كلها وردت في وتم حلها، سواء يعني حسب ما التسريبات بعض التسريبات أنه ستفعل كل المؤسسات سواء العدلية منها القضاء ومنها مديرية الأمن ومنها الجوازات والجمارك وتفعيل الميناء، بالإضافة إلى أن ممكن سينشأ حتى مجلس عسكري يكون بأمرة عسكريين ينطوي تحت الثوار المدينة، وأن المنوط بتفعيل هذه الأجسام كلها هو المجلس المحلي والسلطة اللي تكون. طيب هل شملت هذه المبادرة مسألة الحصار المفروض على المدينة سيد البرعسي؟ نعم. هل شملت هذه المبادرة مسألة الحصار طبعاً المفروض على المدينة؟ طبعا طبعا طبعا، ومن ضمن بعد هذه التطمينات بخصوص تفعيل المؤسسات وكذا والتعرض للقضايا العالقة بينها، كان من ضمنها أن رفع الحصار وإيقاف القصف الجوي وكذا، كل هذه الأمور واردة في المبادرة. طيب عود لي سيد إسماعيل مرة أخرى، سيد إسماعيل برأيك على من تقع مسؤولية إنهاء الحرب في مدينتي بنغازي ودرنا وتوفير مقومات إنقاذ حياة المدنيين في تلك المناطق؟ للحديث عن هذا أعتقد أن من المهم جدا الإشارة أن الذي تقع عليه المسؤولية المباشرة هو المجلس الرئاسي من جانب ووزير الدفاع من الجانب الثاني. كنا ولازلنا وسنظل ننتظر أن يكون هناك زيارة ولو مكوكية عاجلة وسريعة إلى مدينة درنا من أجل احتواء الصراع والعمل على تطمين الناس. هناك 120 ألف من سكان درنا، أعتقد أنهم من حقهم أن يرون أفعالا لا مجرد أقوال، إنهم مواطنون. لماذا لا يقوم وزير الدفاع بإصدار أوامر مباشرة إلى ما يتعلق بالطيارين الذين يطيرون، هل هم بعلمه أم بدونه، في التوقف فورا على عمليات الانتقام العنجهية وأن يوقفوا إطلاق النار وأن يوقفوا كل إلا بأوامره. أيضا من المهم جدا إدراك أن المسؤولية هذه المسؤولية القانونية تقع على الذين عليهم مسؤوليات، يجب أن يكون أيضا هناك توجيه أصابع الاتهام دون أن يكون هناك خجل أو مواربة. يجب أن لا يكون هناك تردد في أن يقال للذين يقصفون إنهم مجرمون وأن تنشر أسماءهم من بين مجرمين. لا فرق بين الذين قصفوا أيام القذافي والذين يقصفون اليوم. طيب. آمنين من المواطنين. نعم الإرهاب منبود ومرفوض بالمطلق. طيب. ولكن يجب أن يكون أيضا أن الإرهاب العسكري جزء من الإرهاب المرفوض ويجب أن يتم التعرض له. طيب. بكل واضح سيد إسماعيل. ويجب أن يكون للليبيين الحق في العيش الآمن وأن لا يقتل على هوية وأن لا يكون هناك تطهير عرقي وأن يكون لدرنا الحق في أن تكون أيضا مدينة آمنة تصلها. طيب واضح سيد إسماعيل، كي نستثمر الوقت بقي معنا أقل من دقيقة. سيد البرعسي يعني في هذا الصدد هل لمستم أي تحرك رسمي من قبل السلطات لإنهاء حالة الحصار المفروضة في درنا وأيضا الأوضاع المعيشية التي يعانيها المواطنين؟ أي سلطات تعني أخي الكريم؟ المجلس الرئاسي. لا حقيقة لم نلمس أي تحرك من قبل المجلس الرئاسي، ونحن نستغرب موقفه تجاه مدينة درنا يعني وكيل بكيلين زاء الكثير من القضايا، يعني بعض الأماكن يصدر بيانات منددة وكذا ومدينة درنا تغافل عنها وكأنها غير موجودة. طيب هل لديكم أي تحركات تجاه المجلس الرئاسي بخصوص إنهاء الأوضاع في درنا على شاكلة ما حدث في مدينة بنغازي؟ في بعض المؤسسات تواصلت مع مؤسسات حقوقية وكذا وحاولت أن تصل حتى عن طريق المجلس، كاتبت المجلس الرئاسي عن طريق حتى عضو عندنا عضو المجلس الرئاسي المجلس الأعلى الأستاذ منصور الحصادي الموجود في طرابلس، ولكن يعني حقيقة المجلس الرئاسي يتعامل مع القضية وكأنه لا يعني كأنه لا يراها وكأنه غير موجود، يعني حقيقة هذا الواقع.
أشكرك سيد عبد الباسط البرعسي. إذن بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام العاشرة، نشكر كل الضيوف الذين رافقونا في حلقة الليلة، وهم الباحث في الشأن السياسي والقانوني محمود إسماعيل، وأيضا أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا عبد المنعم الحر، والناشط المدني عبد الباسط البرعسي، وأيضا رئيس لجنة الأزمة في مدينة بنغازي تميم الغرياني، والناشط السياسي محمد فؤاد. شكرا لكم جميعا، والشكر الموصول لكم أنتم أيضا على كرم المتابعة. دمتم في رعاية الله.